ما راح نطول عليكم كتير، صار وقت انه ننتقل على المطبخ نشوف مع الشيف محمد شو راح نحضر هلا وكل التفاصيل. ورشه ملح. نحن رح نعمل هلا العجينة كريب. نحن بحاجه لحليب، طحين، ملح وسكر وبيض وزبده دايبه مثل ما شفنا هون. يلي رح نبلش فيه، رح نحط نص كميه الطحين. انا حطيت هون طحين وسكر والملح حطيتهم مع بعضهم. حنحط نص كميه الطحين فوق الحليب بهالشكل، حنحرك. هيدي الطريقه ما بتخلي يطلع عنا كثير شقف طحين بقلب الميكس. مثل ما قلنا عم نعمل الميكس نحن كلياته على البارد. حنحط نرجع شويه طحين، شيء طبيعي يطلع عنا شويه برغل بس نحن رح نقدر نتخلص منهم. حطينا كمية الطحين كلياتها مع السكر والملح فوق الحليب، عم نحركهم بهالشكل. يبقى عنا البيض حنحطهم كمان. ليأخذوا بعضهم مزبوط نرجع نحط فوق منهم الزبدة ومنحركهم وبنرجع نضربهم بالجراف لحتى تصير معنا الميكس ناعم. إذا ما بدنا نحط حليب فينا نحط مي بدل الحليب، بس أكيد بالحليب رح تطلع معنا الكريب أطيب. ما ننسى أهم شيء نحط كمان فانيليا كرمال ريحة الزنخة، وفينا نحط برش حامض إذا عم نعمل الكريب للدسير. هيدي الكريب فينا نعملها كمان للطبخ مش ضروري بس للدسير. هون الزبدة كمان حصير حطها شوي شوي. حركهم مظبوط. ارجع لحتى اتخلص مثل ما شفنا هون شقف طحين، عملنا شقف طحين شوي صغيره نتخلص منهم يا بالمصفايه يا اما بالجرف. حنضربهم شوي. نرجع نعملهم بالمقلية. مثل ما شايفين هون. الكراب هون صار عندنا نحن جاهز، فينا نستعمله دغري، فينا نحطه بالبراد ما نستعمله دغري. حنذكر نحن شو بدنا نعمل بالكراب. الكراب نحن رح نعملها نوعين، نوع رح نخبر عنه بعد شوي، والنوع الثاني رح نحط بقلبه تفاح مع قرفه مع سكر مع زبيب، وفينا نزيد عليه نحن اللي بدنا اياه مثل جوز، فستق، صنوبر، لوز، يلي بدنا اياه. نحن حنحط بس زبيب معه اليوم. وهيدي الكريب مثل ما قلنا اسمها هيدي كريب نورماند، بيرجع اصلها فرنسي، بلشت بفرنسا. واكيد فينا نحط نحن الحشوه اللي بدنا اياها، فينا نحط كريم سيترون نعملها مثل تار سيترون اللي عملناها مره، حطينا كريم سيترون وحطينا كمان عليها ميرانج وحرقناها بالفرد، فينا نعملها بنفس الطريقه. نحن اللي نحن نعملها رح نعملها مثل ما قلنا بالتفاح يلي هي مثل حشوه الابل باي، ورح نرجع نحطها بالفرن لانه مثل ما قلنا هيدي الكريب بتتقدم سخنه. نحن اللي عايزينه رح نرجع مثل ما قلنا المقليه اللي نعمل فيها الكريب. كمان نحن بحاجه للبسكويت تاع التشيز كيك يلي هو عباره عن بسكويت وزبده. مثل ما قلنا فينا نحط نوع البسكويت اللي بدنا اياه، او فينا نحط نوع السابلي يلي هو عجينه التارت. مثل ما شفنا هون حاطط الزبده مع الزبيب والقرفه والسكر، حنحطهم كلهم سوا على النار مع التفاح ونحركهم ونرجع نبردهم لنستعملهم. بالنسبه للتشيز كيك
عنا هون سكر ومي رح نعملهم قطر، رح نرجع نخفق صفار بيض لتصير حراره القطر 121 درجه، رح نرجع نحطهم فوق صفار البيض المخفوقين، نرجع نحط كريم شانتيه وجبنه بيضاء كمان نخفقهم مع بعضهم، ونرجع نضيف الصفار والقطر فوق الكريم، بصير عنا الميكس التشيز كيك جاهز مع البسكوي ومع الديكوريشن اللي رح نساويها. انا رح اترككم هلا نرجع لحضر انا الكريب، ورح اترك كمان ميكس لحتى نحضره نحن وياكم، نشوف الطريقه كيف ومنكفي حلقتنا نحن وياكم. ميرسي كثير شيف. يس. سؤال بيطرح نفسه، تفضلي، هل ضروري انه الكريب بس تعملها تتركها تتخمر؟ لانه دائما بيقولوا لنا انه احسن تنحط بالبراد وبعد يومين نستعملها او ثاني نهار او كذا ساعه. هي الافضل لحتى تاخذ بعض الانجريدينتس بقلبها، لحتى ياخذوا بعضهم مزبوط، بس لا فينا نستعملها، بس فينا دغري نستعملها 100%. مش انه تفرق الطعمه او العجينه سمكه او شيء بيفرق؟ طبعا هلا اذا نحن عندنا العجينه سميكه ما فينا نحطها على نار قويه حتى ما تحترق من برا، ومن جوا بتضلها نيه. اوكي. دون خلص. معي نحطها بالبراد، فينا نأجل الجوع. ميرسي، نرجع لك بعد شوي. اوكي. ثانك يو. رح نكفي معكم مشاهدينا، وبمناسبة العيد الوطني اللي مش هلا الأحد، الأحد اللي بعده مثل ما عرفت من ضيوفي، اليوم الوطني لتنظيف الشاطئ اللبناني وبحره، رح نستقبل ضيوفنا لنحكي عن النشاط يلي بيقوموا فيه سنوياً، صارت على مدة 20 سنة، هذه السنة ال20، اسم الله عليكم. عندنا عفة إدريس رئيسة جمعية حملة الأزرق الكبير، اهلا وسهلا فيك. شكرا. وكمان استاذ غسان اموري مسؤول الايكو جاليري، اهلا وسهلا. اموريه في طرش اليوم، انا ما تخزن. استاذ غسان اموريه رئيس الايكو جاليري، مسؤول ايكو جاليري حلو بلبنان. بدي اقول اهلا وسهلا فيكم. قبل خليني اعرف عن جمعيه حمله الازرق الكبير، انتم مين ومن بعدها بنكفي على الشط. الجمعيه تاسست بال 97 بطريقه كثير بسيطه، انه حازم ادريس وغطيس وكنا نحن تلاميذه، كل غطسه كنا، بتعرفي بعد الحرب كان كل وقت الحرب عم تنكب النفايات بالمي، صحيح، فكل غطسه بنلاقي زلاحف ميته، فمن وراء هالزلاحف طلع مره وعم بصرخ انه تعوا يا ناس ما تشوفوا هيدا الازرق، شوفوا شو في، شو صاير تحت. فعلا كان بتقولي مصانع من المكبوبه كانت تحت المي، وهيك صارت الحمله، وسنه عن سنه ضلينا نعملها، بالاضافه ل حلول ثانيه حطيناها على هالطريق المسار اللي له 20 سنه. يعني يمكن تاثرتوا لانه انتم كنتوا عندكم هال ساعات بالبحر او هال يعني مشاركتكم دائما بالنشاطات طبعا البحريه، صرتوا انتم اقرب للواقع تشوفوا قد ايه عم بيكون في خراب بالمي. يعني لما بتكوني اذا بتغطسي او عاده الغطيس او السكن او اللي بيقعد تحت المي وبينزل كرمال يشوف شو هالجمال وشو فيه، بصير بعاشر هالاحياء البحريه. صح. يعني حتى ايام بتفضي انينتك على السمكه بتكون عم تعملي كوميونيكيشن انت وياها. واو. ففي في في شغف للبحر. عالم ثاني اكيد. عالم ثاني. بعدكم عم تغطسوا؟ عالم ثاني وعالم وفي. وعالم ما بيأذي الا اذا نحن حركشنا فيه واذيناه. اكيد. فالبحر ما بخوف. وبس هلا صرنا فتره ما عم نقدر ننزل على البحر لانه بنعرف قد ايه هذا من حضرة جنابنا. اكيد. من نحن من المكبات اللي رجعت على البحر. للأسف. خلال ال 20 سنه تحسن كثير الشواطئ، وفي شواطئ فعلا ما عاد في لزوم ننزل ننظفها. اوكي. ولكن حتى في على الروشه رجع يطلع السوفت كورلز بامان، كان كثير رجع تحسن الوضع. هلا رجعنا مع المكبات عم نشوف الزباله مش بس تحت المي، عم تسبح على وجه المي. فما بعرف هالكارثه كيف بدها تنحل. طيب في كارثه على الشواطئ. طيب انتم عم تحاولوا تساهموا كمان ببعض الحلول وتنظفوا هذا الشاطئ. من كم سنه بلشتوا بالعمل على هذه الحمله؟ من ال 97. أوكي. ومن ال 97 بلشنا كمان، كان في حملات بالمتوسط كمان تشاركنا معهم. طيب هي الحمله شو، كيف بتبلش ومين بيكون مشترك فيها؟ الحمله مشترك فيها 9 وزارات، منهم الجيش اللبناني اللي هو من اول مين بلشنا معه، كانت اول غرفه عمليات كانت مع الجيش اللبناني، ساعدنا كثير. بقدم لنا الغواصين، مغاوير، لما بتعرفي في اماكن صعبه الواحد الاولاد ينزلوا عليها. وزارة التربية اللي بتعمم على المدارس، وزارة الصحة بتغطي لنا أي شيء حالي بصير، الوزارات الثانية كمان بتساهم كل وحدة حسب طريقتها، الزراعة، السياحة، القوى الأمنية بتواكبنا كلها، الثقافة، فهالوزارات كلها بتكون داعمة الحملة. نعم. البلديات لهم دور كتير كبير.
البلدية مش بس كمجلس بينزلوا بيوقفوا مع الشباب، كمان هن بأمنوا كيف بدنا نشيل النفايات، وكمان بيدعموا على الشط، يعني بيضيفوا الشباب بيشربوهم، بأمنوا أيام أكياس كفوف، كل بلدية حسب شو قادرة تشتغل. هلأ على مدار العشرين سنة كنا عم نشيل هالنفايات، جربنا عدة مرات أنه نوزن. أول سنة من بيروت وحدة كان في 40 طن شلنا من النفايات، بعدين الوزن صار صعب علينا وما لقيناه كتير ساينتفك، لأنه الرقم أنه منه كتير ساينتفك، لأنه أنت منك عم تحدده كتير على طول وين الغطيس مثلا موجود تحت المي قديش شيل من الموقع هاي. ولكن هالسنة عملنا أبليكيشن، وهالأبليكيشن رغم أنه نحن عنا التقرير كله تبع السنين القبل، كل مسؤول موقع بيعطينا الحجم اللي طلعوا على الشط اللبناني كله تحت المي. عملنا ابلكيشن كل مسؤول موقع بحط لنا قديش طلع بلاستيك، كم كيس، في ميزان لكل مسؤول، يعني على كل موقع قد ايه كم شخص مفروض يكون كل موقع. نحن هالسنه عندنا تقريبا كان يبقى عندنا بال95 موقع، بس في شواطئ طارت بخرت يعني صارت محتله، فالمواقع بين غطس وغير غطس عنا بحدود 60 موقع. كل موقع ليه أقل شيء مسؤول واحد من الجمعية. هذا المسؤول ملم بكل المواضيع، بفسر للناس قبل شو عم نعمل، بجمع الناس بياخد أساميهم بيعطيهم الغراض. 9 تمام الأحد و14 9 تمام على كل الشط اللبناني، منبلش بالنشيد الوطني وبعدين خليني تبدأ. برجع بكفيهم هو اللي التفاصيل أكثر، بس خليني أخد الكليب نحضره سوا وبرجع بعرف أي ساعة وتفاصيلهم كلهم. كليب بالفعل السلوغان كتير مهم، انه كل مواطن مفروض يكون هو مسؤول عن النظافة، هو يراقب حاله قبل ما يراقب يمكن الباقيين. من هون بيبدأ الحل اكيد طبعا. للأسف نحن هيدي الثقافة حتى كب من الشباك كتير بشعة، وكله يعني اذا بكب من الشباك بكب بالبحر، وما بيعرفوا انه كله بيرجع لهم بالنهاية، بيرجع لهم يعني. وما نتشكى من وضعنا، ما نتشكى من السياحة النظيف، ما نتشكى من كل هالأمور. السايح نحن بنشتغل بيئة كرمال البيئة البحرية لأنه بنحبها وكل شيء، ولكن كمان لما عم تشتغل بيئة أنت عم تفيد الاقتصاد بشكل كبير، وعم تفيد المجتمع طبعا. لأنه مثلا تنقول البلاستيك، وعم نشتغل على المايكرو بلاستيك، هلا بلاستيك لما بيقولوا لك بضاين كثير، ولكن بالبيئة البحرية بيتجزأ من مع اليو في لايت والمية الملح بيتجزأ بسرعة. البلاستيك أول ما ينكسر بيصير مغناطيس، بيسحب السموم وبيسحب المعادن الثقيله. لما بتاكلوا السمكه بينتقل من الاحشاء السمكه على الدهن تبعها، من المعده للدهن. ونحن بناكل السمك انت بتشوفي السمكه، في ناس بلشت تلاقي بلاستيك بمعده السمكه، غير انه السمك عم بيموت من ورا، السمك والعصافير عم تموت من ورا كثره البلاستيك بمعدتهم. هيدا التوكسينز بينتقل للدهن وانت عم تاكل السمك، نحن عم ناكل السمك، عم ترجع هالكيس النايلون على صحنك exactly. بالاخر. طيب لكن عم تلاقوا كثير بلاستيكس موجودين، اكثر نسبه فوق 80% من النفايات بالبحر هي بلاستيك. واو دمار للاسف. طيب هون شو بيكون دور كمان استاذ غسان اموريه، بما انك انت مسؤول عن الايكو جاليري، سو انتم جمعوا هول ال احنا بنجمع البلاستيك. نعم. الميكرو البلاستيك اللي بيطلع كلياته، ولا فتشنا على شي طريقه لحتى نلاقي له منه مشان ما يرجع للسمك وهيدا. نعم. يعني تلاقينا انه الشط تبع الرمل البيضاء كلياته بيطلع عليه زلاحف. نعم. فكرنا بطريقه انه نستفيد منهم، نعمل زلاحف كممشى، ومنحطه بقلب البيتوم مشان ما يرجع يروح. يعني هذا الميكرو بلاستيك بدها ترجع تاكله السمكه بيرجع بيتعور، قلنا بنعمل منه كديزاين بيطلع حلو منه، بيستفيدوا منه العالم انه ما بيتعسوا على الرمل السخن بيحرقوا اجريهم بيمشوا عليه، وكشكل انه بيطلع حلو. وكل شط عم نعمل له فكره شو بدنا نعمل له، شيء طريقه بس مشان هذا
البلاستيك. يعني يمكن بتحاولوا تعملوا لهم يعني اعاده مش اعاده ريسايكل مثل ستابلايزيشن بنجمده مشان ما يرجع يعيدوه مره ثانيه، لان هذا الصغير ما فيك تعمل فيه شيء ابدا. ايه مشان هيك بنرجع بنستعمله يا بزلاحف يا اما بديكورات حيلا شيء، بس انه بنجمده بطريقه يتجمد. اوكي طب قد ايه تقريبا عم تطلعوا؟ يعني في عدد كثير كبير حتى هالقد عم تقلي بتقدر تعمل فيه ديزاين وتسخره إيه ليكون؟ ايه ايه في كميات بتطلع رهيبه منه، يعني انه هذا بس اللي عم يشيل عن عن الوجه الرمل، اذا بتنزل اكثر بيطلع لك اكثر. يعني وبالسمك عم يطلع، بس هيدي غير الطريقه الوحيده اللي لقيناها لنجمد البلاستيك فيها. اوف طب وقد ايه صار لكم مبلشين فيها؟ صرنا تقريبا شي سنة ونص، جربنا كذا طريقة، لقينا هذه أزبط طريقة فيها. عم تكون مفيدة؟ مفيدة وحلوة بتجمل الشاطئ، يعني هو إنه العالم ما بتعود بتسبك إنه على الرمل السخن كثير بيمشوا على عيون. صحيح أكيد، لا أنتم أكيد ما بتنصبوا يعني بالنهاية. أنتم عم تحلوا لنا المشاكل يعني. هيدي أحلى طريقة لقيناها أكيد، يعني عم نشوف دراسات إذا بنعمل شيء ثاني فيهم. صرتوا كذا شاطئ مستخدمين على هالفكرة؟ مبدئيا هلا بعدنا مبلشين على الرمل البيضاء. الرمل البيضاء رح تكون أول تجربة لكم؟ تجربة الرمل البيضاء، وبعدين عنا كذا شاطئ ورا بعضهم. كيف دعيوكم أنتم كحملة شاطئ الأزرق؟ أنتم اللي طلعتوا بالفكرة قلتوا؟ الإيكو جاليري هي لجنة أو مكتب بحملة الأزرق الكبير لحلول، يمكن غسان بيقدر يحكي اكثر عنها. كايكو جاليري بالنفايات، انه كل شيء بالنفايات، انه مشان ما يرجع اعاده تدوير. هلا مثل القنينه اذا بيرجعوا فيهم صنعوها بنتركها، بس يلي ما بيتصنع بنجرب نجمله، مثلا كرسي قديمه اما شيء بنجرب نصنعها هي ذاتها، نرجع نعمل لها ديكور ونرجع بنحطها بننزلها. حلو كثير. طيب يعني تخفيف من حجم النفايات على بالزبالة، يعني ما بدنا نشيلهم من البحر نركبهم بغير مطرح، بلكي بنقدر نرجع نعملهم إعادة تدوير أو استخدام بطريقة. بالإضافة إنه كمان أنت عم بتخففي من استهلاك من الطبيعة، يعني هالخشبة هالطاولة المكسورة بدل ما ترجع تقص شجرة. صحيح عم يرجع نرجع مظبطها هي ذاتها، بيعمل طاولة أحلى. برافو كثير منيح. طب يعني عم بتلاقوا كثير قصص مكبوبة بالبحر بلاوي، فيكي تسكني تحت المي فرش كامل. اوف طب يلا ما حدا يقول ناقصه شيء. لا شو بتلاقوا كل شيء بيطلبوا في دليفري. طيب عم بيكون في اهتمام ودعم من الجهات المسؤوله بالحمله هاي؟ طبعا دعم كبير، ولكن مثل ما ذكرنا الوزارات مشكوره كلها اللي مشاركه اساسا بلشت معه والبلديات المشاركه، ولكن اللي اهم انه يوقفوا المكبات. يعني بدنا الحكومه مش تدعم الحمله، الحكومه تقول انه الحمله ما بقى العازه، والحمله بصير مبطل العازه لما الناس ما بتكب، بس كمان لما ما بقعد في نفايات على على الشواطئ ببطل لها حمله عازي لما بصير في عنا إدارة متكاملة للنفايات. طب مش برأيك إنه الدولة هي المفروض تكون مسؤولة عن هذا الشيء لما يكون؟ طبعا ما حدا بيقدر حتى استراتيجي وإدارة. هو دايما بيطلع بيكون عم بيحارب. المجتمع المدني تعود من الحرب إنه يقوم بالموضوع، يهد الحيط طبعا يوقع. صح. ولكن لا ما حدا بيقدر يحط استراتيجية إلا للدولة. الدولة لأنه بدها تكون استراتيجية متكاملة، ما حدا بحط حلول. نعم. لهيك موضوع إلا الدولة، لأنه هي متكاملة بين كذا وزارة ومجتمع مدني. أي نهار فإذا رح يكون؟ 14 شهر. نعم. نهار الأحد مش هيدا اللي بعده. التجمع على الشواطئ 8:30. نعم. 9 تمام بتبلش الحملة على كل الشواطئ. بالنسبة للغطيسة في لهم تريتمنت خاص حسب الغمق، بكون في غطسة لثلاث غطسات، هي بنتركها لحسب كل موقع بنظم حاله. والدعوة عامة؟ الدعوة عامة. نشكر كثير المدارس الجامعات الجمعيات نوادي الغطس كل اللي عم يتصلوا وصاروا حاجزين كثير شواطئ، ولكن نعم. بعد بدنا كثير متطوعين، لانه مثل ما ذكرنا انه كمان في عندنا مشكله مكبات رجعت، فرجعنا في المشكله عدد اكبر. الفرق اللي حتكون موجوده لنقول للعالم كيف يقدروا يشاركوا، في فرق اللي على الرمل حيكون عم ينخلوا، فرق عم تكون عم تلم عن الشط او الصخر، في المشكور الجيش اللبناني حيكون بالمغاوير عم بنظفوا المناطق الصخريه الخطره، في مغاور تنظيف تحت المي وتنظيف على وجه المي. شكرا لكم. شكرا يعطيكم الف عافيه وموفقين، وميرسي انكم عم يعني
ميرسي لوجودكم. لانه لو موجودكم يمكن ما بنعرف كمان وين هي واجباتنا. على فكره بدنا ناخذك على تشوف الدلافين وتشوف الزلاحف، ساعتها كمان بتصير ايه عندك هالخصله. والله بتمنى. ثانك يو سو ماتش. بنحكي تحت الهواء بريك وبنرجع.